السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوفيكم الفلفل في بداية التزهير، وان شاء الله حنتكلم عن اهم المعاملات الزراعية اللي لازم تعملها في هذه المرحلة. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا بعد شهر ونصف من الزراعة هذا شكل النبات لاحظنا أمامكم، وطبعا الفلفل اللي أتمينا زراعته ومتابعته في القناة لغاية هذا الفيديو. فطبعا مثل ما تلاحظوا أنه الفلفل في بداية التزهير، طبعا ما شاء الله كل النباتات بدأت في التزهير. لاحظنا أمامكم ما شاء الله، وطبعا كذلك النمو الخضري ممتاز جدا، وطبعا لا يوجد أي إصابات على الأوراق، والنمو الخضري ممتاز جدا. طبعا في المرحلة هذه في أشياء لازم نعملها للنبات، ومنها طبعا انتظام ري النبات، وطبعا لازم نجنب الري كل يوم، لأن طبعا الفلفل ما بيحتاج للري، وممكن طبعا كثرة الري تؤدي إلى تساقط أزهار الفلفل. فطبعا أفضل ري إنك تروي النبات كل 4 أيام ري واحدة تكون بالغمر. وطبعا ثاني حاجة لازم تعملها للنبات في المرحلة هذه، وطبعا لا طبعا حماية النبات، هي الرش الورقي. طبعا الرش الورقي مهم جدا، حتى طبعا لو إصابات على النبات فحاول انك تقوم بالرش الورقي تجنبا للأفات. وطبعا منها حشرة المن اللي طبعا تقضي على محصول الفلفل. وطبعا خلال المرحلة هذه ينصح بعزيك التربة لا طبعا التخلص من الحشائش، وكذلك تهوئة جذور النبات وكذلك التربة. طبعا من الأسمدة اللي لازم يتم إضافتها للنبات طبعا هو سماد الفوسفوري. طبعا من فوائد سماد الفوسفور هو طبعا زيادة المجموع الزهري بالنسبة للفلفل. طبعا هذه شكل أزهار الفلفل، طبعا هذا الفلفل في بداية التزهير. طبعا إن شاء الله خلال أسبوعين أو ثلاثة حنلاقي كامل النبات بدأ في التزهير، وإن شاء الله النبات حيبدأ في الإنتاج. ولكن طبعا لازم أهتم بالنبات خلال المرحلة هذه، لأنه طبعا المرحلة هذه مهمة جدا خاصة في بداية التزهير. وإن شاء الله حنتابع معاكم الفلفل خطوة خطوة لغاية الحصاد بكل المعاملات الزراعية. فطبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم، لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.